على مقربة من دخول قانون الخدمة الوطنية العسكرية حيز التنفيذ في 10 من مايو المقبل. تترقب الأنظار معرفة مجمل تفاصيل القانون وشروط وضوابط التكليف ومراحل التسجيل والتأجيل والإجراءات اللازمة لاستقبال المكلفين المشمولين به وأعدادهم. هذا وسط لع فريق الرأي آراء بعض الشباب إزاء قانون الخدمة. تقرير لخالد الفارس. مؤخرا أصبح الشباب بحاجة أكثر إلى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لديهم وكسب المزيد من المهارات الحياتية والتي تراجعت لديهم في الآونة الأخيرة لأسباب عدة. البعض يرى أن تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية من شأنه تعزيز كل تلك المفاهيم لدى الشباب وتوفيرها من خلال ميادين التدريب. هذا القانون عن نفسي أنا أدور أدواره من سنين، اخوي قاعد تشوف اللي قاعد يتمشون، الصبيان اللي قاعد يتمشون بالشوارع شلون قايلين، اللي بالمجمعات اللي مطلعون احد الخصره، اللي حد ما شلون قايل، اللي شعره واللي لا تراتي الحين هات عليه تجنيد. التجنيد هذا اعتقد انه يربي فيهم اخلاق اكثر من اي مكان ثاني راح يتعايشون فيه صراحه. واحنا ودنا اول شيء يخدمون فيها الوطن، هذا اول شيء، ثاني وثانيا يا اخي يعدلون من اخلاقهم. تطبيق العسكريه الالزاميه للشباب هذا شيء زين وشيء حلو، وانا اتمنى ان هذا يصير شيء شغله من زمان. الخدمه العسكريه تكون مناسبه للشباب وحق الدوله وجهاد حق دولتهم. اخرون يرون ضروره توفير طاقات بشريه لسد الحاجه في الجيش الكويتي من خلال المجند المؤهل. الشباب انهم يتعلمون على العسكريه ويتعلمون على يكون ما عندهم يعني بعض الامور اللي كانوا متراهين فيها، يصير عندهم شده ويصير عندهم شو اسمها عزم، وكل هذه حماية البلدهم وراح تستفيد منها بلدهم اللي هو خادمهم بكل شيء. قليت يبدون أيضا مع النساء، النساء نشوفهم السلك العسكري في الداخلية وليت نشوفهم في الجيش. تعلم الشباب على الاعتماد بالنفس، تعلمهم على الخشونة، وتعلمهم على الدوران في المجمعات من غير هدف. الحريم ممكن تصير مسعفة، ممكن تضمد من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مو توه. عاوز أصير عسكري وأصير حرامية. الآراء جميعها اتفقت على أهمية قانون التجنيد الإلزامي وفائدته الكبيرة، إذ من شأنه دعم وتزويد الجيش الكويتي بالمجندين. خالد الفارس، الرأي.